حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. لا ينفصل الشاعر عن واقعه ولا عن أحلامه ولا عن الجذور التي لا تزال تناديه، هي جذور ممتدة في روحه لا يمكن لها أن تنقطع ولا تقبل رحيلا أو وداعا. ربما يكون الرحيل مؤقتا، ربما يكون رحيلا بيولوجيا إن صح التعبير، ولكن الإحساس الدائم بالارتباط بالأرض يبقى إلحاحا في ذات الشاعر أن هناك وطنا ينتظرك، هناك تاريخ، هناك جغرافيا، وهناك لابد مستقبل. مشاهدينا، بهذه الإطلالة الجديدة يسعدنا أن يكون معنا شاعر سوري تركي جمع بين حب سوريا وحب تركيا، لكن الانتماء للوطن دائما يلح عليه في قصائده وأيضا في مواقفه. بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عنكم، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي هنا في الاستوديو بالشاعر السوري القدير أستاذ صبحي ناشد. حللت أهلا ونزلت سهلا سيد صبحي على برنامجنا في بيت القصيد. يا أهلا وسهلا بكم، سعيد بلقائك ولقاء الرافدين، وهذا من دواعي الفرح. الآن لو بدنا نبدأ مباشرة ومثل ما بنقولها بالفلسطيني من خلال هذه القناة العراقية، وأنت دمجت أو جمعت ما بين سوريتك وتركيتك، هذه الوحدة العربية أو الإسلامية الواحدة، دعنا نذهب للحديث على بساط أحمدي. سيد صبحي، الشاعر الذي يسكنك، هل بإمكانه أن يتناسى يوما جراح وطن ووجع قضية؟ ببساطة، باختصار لا، لكن إذا أردنا شيئا من التفصيل نستطيع أن نقول الأمة أمة واحدة، ولا شك أن الذي يحدث في العراق أو فلسطين أو سوريا أو تركيا هو بالمحصلة في جسدك. هذه جسد الأمة، هو جسد الشخص الذي يهمه هذه الأمة. التفكير بطريقة جغرافية وحدود، هذه الحمد لله أنا وأنت وأمثالنا لا يفكرون بهذه الطريقة، فلا شك أننا مع الأمة أينما كانت. هذا جواب ذكي وفيه تلميح لمحتوى القصيدة. هل القصيدة أيضا ممكن أن يكون لها شرطة وحدود أيضا؟ الحدود داخلية عند الشخص، فإذا أراد أن يصنع حدودا صنعها، وإن لم يرد لم يكن كذلك. القصائد التي أنا أتحدث أو أنت تتحدث عنها في شيء معين تريد تقول لي؟ يعني ما قصيدة معينة تريده أنت في قصائدك؟ هل ترى أن هناك حدودا أو قيودا تفرض ذاتها على نفس الشاعر؟ طبعا يحدث شيئا من هذا، لأنه في الأخير أنت جزء من واقع. لا يمكن أن تتحدث وأنت بعيد عن كونك خرجت من بلد مثلا تحمل جنسيتها وأوراقها وثائقها إلى بلد آخر، فأنت بالمحصلة محسوب أردني، محسوب فلسطيني، محسوب من ديار كذا. هل أنت مع فكرة أن الأمة الواحدة ينبغي عليها أن تجتمع على قضية معينة يلتقي أفرادها وجميع مجتمعاتها فيها هذه القضية؟ ألا ترى أن واقعنا اليوم صار عجا بالعديد من القضايا، وكل شعب يعني يلتهي بقضيته أو لاهن بقضيته؟ يعني الآن مع الاتصالات السريعة والمتداخلة لا شك أن قربت المسافات، صار أصحاب القضايا في كل مكان مترابطين مع بعض، شاءوا أم أبوا إذا أرادوا أن يستمروا. فنحن لا شك مع التلاحم لأجل القضايا التي تهم الإنسان وتهم الوطن وتهم أصحاب الوجع الواحد. إلى نوع مختلف من الأسئلة الآن، لو أردت أن تلخص لي سيرة أدبية للشاعر السوري التركي صبحي ناشد، سيرة أدبية جزلة ومختصرة، ماذا بإمكانك أن تقول؟ المواقف الأكثر رسوخا في ذاكرتك أدبا وشعرا. يعني تقصد من حيث وصلت إلى أدبي؟ لا بأس أن أعرج بشيء من التاريخ ثم أذكر راحتك. يعني أنا ولدت في مدينة حلب، وعشت فيها طفولتي، ثم نزحت إلى أكثر من بلد،
ذهبت إلى لبنان وذهبت إلى الأردن واستقريت في اليمن، نعم. ثم عدت إلى سوريا، ثم ذهبت إلى السعودية، ثم ذهبت ووصلت إلى تركيا. هذا من حيث المسار الذي سلكته. دراستي، درست اللغة العربية في جامعة صنعاء، عملت في الخط والدعاية والإعلان بعد تخرجي، وثم اشتغلت أيضا في التدقيق وفي الإعلام والمجلات والكتب، تصحيح الكتب، ومدرسا للغة العربية والقرآن الكريم، والآن حاليا أعمل في الإشراف اللغوي، نعم. في الجانب الإعلامي، جميل. تلفزيون، صحافة مكتوبة. قبل أن نعرج على أهمية هذا العمل في صقل روح وموهبة الشعر، العمل في مجال الصحافة والتركيز على التحسين اللغوي واستثمار هذه الملكات الإبداعية كمهنة وعمل، وكيف انعكست على تجربتك شعرا، هذا هو قادم الأسئلة، ولكن قبل ذلك دعنا نذهب إلى قصيدة تحبذ إلقاءها في بداية هذا اللقاء، لك أن تختار ما تشاء، تفضل. بعد أيام نحن على أعتاب ذكرى في البوسنة والهرسك، وفي شهر المأساة التي حصلت ذكرى سربنيتشا، نعم. فباعتبار أن الحدث يفرض نفسه، ما رأيك أن نبدأ بها؟ لك أن تبدأ بها. نعم، بداية جميلة وموفقة، وتعكس أيضا فكرة أننا أمة واحدة. صحيح، صحيح. ذكرى من الآلام والأحزان، هيهات تمحوها يد النسيان، تبقى عويلا في مسامعنا، ولن تطوى ولن تنسى مدى الأزمان. كيف الوصول إلى السلام وحربنا بعقولنا تجتاح كالنيران، مثل تهاوى صرحها وتناثرت عارا على القانون والإنسان. يا أرض بشناق جراحك لم تزل نهب الأسى مفتوحة الشريان، ماذا جنيت لكي تموتي هكذا؟ ماذا جنيت لكي تموتي هكذا؟ يا للهلال بقبضة الصلبان، روح براها الله كيف قتلتها يا خنجرا أعمى من الشيطان. ماذا جنى الأطفال يطفى عمرهم ليرى انتصار الظلم والعدوان؟ ماذا جنت تلك الصبية ثوبها كالزهرة الفيحاء في البستان؟ سحق القبيح جمالها وعفافها واغتال ما حفظت بلا وجدان. ألأنهم من غير دينك قتلوا؟ أواه وأسفا على الأديان. لا رحمة، من أين هذا؟ من أين هذا؟ إنه ما جاء في الإنجيل والقرآن. الله الله. كيف الوصول إلى المحبة بيننا والعقل رهن السيف والسجان؟ كيف الوصول إلى المحبة بيننا؟ أعد، تفضل. كيف الوصول إلى المحبة بيننا والعقل رهن السيف والسجان؟ هذه الحياة لكل من وطئ الثرى، ومآلهم للخالق الديان. يا بنت بسنة، كيف مات ضمير من قد أسلموك وما استحوا للجان؟ ويح البرية، هل أضاعت دربها وغدت شعارات بلا إيمان؟ يا أرض بسنة، أنت صورة عالم نزلت مداركه إلى الحيوان. وحشية الغدر المخضب بالدماء سرقت مكان العدل والإحسان. إن كنت من ذاق المرارة أولا فهناك من بالصمت صار الثاني. فهناك من بالصمت. إنا جميعاً في ثناياك التي اختصرت معاني الحقد والطغيان. يا الله. شعرنا سيد صبحي صاحب الضمير اليقظ، هنا سؤال يفرض ذاته علينا. هل أصبحت دماؤنا هينة إلى هذا الحد؟ نعود إلى حديث الحدود وحديث أننا لم نعد أمة واحدة. لماذا تفرقنا؟ لماذا تمزقنا؟ لماذا صار وجعك ليس وجعي؟ هذا المعنى إن تكسر فمآلنا أن نعود، ومآلنا أن نتحد، ومآلنا أن نعود
أقوياء. ما الخطوة الأولى التي ينبغي علينا أن نباشر بتطبيقها لا تعليقها؟ الجيل القادم طبقها. نعم. أو سيطبقها لأننا بدأنا بها. لم يعد قضية مثل سوريا أو مثل فلسطين، قضية فلسطين أو قضية سوريا أو قضية البوسنة. هذا الألم الذي ظهر لكل الأمة أشعرك بأنك لابد أن تكون منها، وإلا جاء الدور عليك. لو كانت البوسنة لم تحدث ما حدثت سوريا، وقبلها فلسطين. هل أنت مع من يفكرون بنسيان الألم أو تناسيه، أم أنت مع إلحاح هذا الألم على كل نفس شاعرة من أجل تذكر الحق والعمل على استرداده؟ كيف يكون النسيان إذا كان أنت تعيش المأساة وتتكرر؟ نعم. إن كنت في سنة فالدهر يقظان. يعني إن كنت في سنة فالدهر يقظان، ما قالها أبو البقاء الرندي؟ نعم. يعني إن كنا سننام فمعناها أمامنا مزيد من المآسي، مزيد من المشاكل، مزيد من الدماء، فاستيقظ من النداء كي لا تستيقظ من الدماء. نعم. قبل أن نذهب إلى القصيدة الجديدة، سؤال ربما كان مفاجئا: الموقف الذي لا يمكن لك أن تنساه من تجربتك الحياتية في سوريا، لخصه بدقيقتين أو بأكثر، أو لك أن تفعل ما تحب. التعايش الجميل بين فئات المجتمع كله. كنت أسكن في دار جدي. نعم. نلعب كرة قدم، دار واسعة وفيها حوش وفيها أشجار وفيها بركة وفيها درج للطبخ ثاني. الكرة تذهب إلى جاري مسيحي. نعم. نطرق الباب فيعطينا الكرة. أمام دارنا كان يوجد المسلم ويوجد الأرمني. المرة عدت فلم أجد أحدا في البيت، فرانك ابن جورج أخذني بالبسكليت إلى بيت عمتي. التعايش هذا الجميل والتلاطف الشديد كان رائعا. لم يكن عندنا شعور أنك هناك مشاكل وطوائف. جميل. خذنا إلى قصيدة جديدة لعلها تمحو بعض من الوجع الذي لا يزال يعشش في ذاكرتنا. إلى قصيدة جديدة إذا. في قصيدة بهذا المعنى تتعلق ب ما تحب. سوري ومعي مسيحي وكل لك ذلك. تفضل. طيب. لك أن تلقي القصيدة التي تحب، في النهاية تلك مساحتك، ولك حرية أن تقرأ ما تشاء. تفضل. هذه بعنوان هذه بطاقتي. تفضل. سوري أنا، هيهات يوما أن أغير من جذوري. سوري ولست مبدلا ثوبي الجميل لثوب زوري. الله. سوري ولا فخر معاذ الله من طبع الغرور، لكنني أهوى بلادي، هل ألام على شعوري؟ لا والله. سوري ولي أمل وقد حطمت أغلالي، وسوري سام عزيز النفس. عزيز النفس هنا للمدح وليست حال. عزيزا لأنه لامني أحد قال لماذا لم تضبطها بالضم. سام عزيز النفس وابن حضارة سبكت حضوري، ماذا إذا البركان ثار وهب من قلب صبوري. الله. إني تراني حين وقت الجد كالليث الهصوري. إني تراني حين وقت الجد كالليث الهصور. تفضل أكمل. وإذا رضيت ترى صفائي مثل شطآن النهور. الله الله. سوري وإن ضاعت ركابي في الدروب وفي البحور، إن يهدموا قهرا منارات البهية كالبدور، أو يكسروا مني الجناح فإن عزمي كالصخور. الله. والياسمين أنا سأنبت أينما نثرت بذوري، وأنا الكتاب وحيث أنزل سوف ينهل من سطوري. لست الذي ينسى ولو ملكت شماء القصور، ما لي وأوروبا ومن غذوا حروبا بالشرور، ما لي ومن صنعوا الطغاة
تخاف من مرج الزهور. الله. أنا عائد لمرابعي حتى وإن نسفوا جسوري. أنا عائد لمرابعي حتى وإن نسفوا جسوري. والحق جميل. منتصر وآت رغم أنف بني الفجور. وغدا ترون بأنني بيت القصيد مدى الدهور. وغدا ترون بأنني بيت القصيد مدى الدهور. سوري ومن في الشام كل الشام، يا جيران سوري، القدس أو عمان أو لبنان أو حران دوري. الله. أنا مسلم ومعي مسيحي وكل بني العصور. الأنبياء الأولياء مشوا على ترب الطهور. باق أنا بعراقتي مشكات نيران ونوري. باق أنا بعراقتي مشكات نيران ونوري. والخير في مؤثل ولمن طغى صك العبور. والخير في مؤثل ولمن طغى صك العبور. هؤلاء الطغاة هل سيظلون يعني في هذه الحياة رازحين على جسد أبناء هذه الأمة؟ ما هي يعني ما هي طبيعة الاهتزازة التي تحتاجها الشعوب من أجل خلع حقيقي لهذه يعني النماذج الطاغية التي عاثت في الإنسان والبنيان فسادا وإفسادا؟ لا شك أن فرعون النموذج الأعلى الصارخ في القرآن. أحسن. لو بقي فرعون لبقي هؤلاء. الآن نقرأ سيرته على أنه انتهى برغم طغيانه وقوله أنا ربكم الأعلى. نعم. والطبول التي حوله إنسانية وغير إنسانية كلها ذهبت، وبقيت المثل، وبقي الابتلاء، وبقي أن تسير على خط الحق فتموت عليه أو تصل إلى ما تصبو إليه. أحسنت الإجابة. الآن سأخرج أنا وأنت والسادة المشاهدون إلى استراحة قصيرة، من خلالها نشاهد شاعرا يلقي قصيدة، وبعدها نتناقش قليلا بقصيدة هذا الشاعر، هو شاعر كبير بالمناسبة. سنذهب أنا وأنت الآن لنتصفح روحه قبل أن نشاهده وهو يلقي قصيدته، ما رأيك؟ تمام. إذن مشاهدينا نخرج الآن إلى هذه القصيدة، ومن ثم لنا عودة حتى نتابع ما في جعبة شاعرنا من قصائد عذبة. ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. خلعتك يا شيخي، خلعتك يا شيخي، هنا ينتهي الورد، فسر خلاصي أنه مسلك فرد، وحسبي بأن العشب أهدى صحاحه إلي وأعطاني تعاليمه الورد. أنا المتن من نصي، وإن كان لي أب أبي من حواشي النص، والأم والجد، وبيني وبين الله شهد مقطر من الخاطر الأصفى، وهل يتلف الشهد؟ حديقة ذاتي قد يشذبها الهوى، كأروع مما قد يشذبها الزهد، وما يفرق السكران مالت به الطلا عن الآخر السكران مال به الوجد، وما يفرق السكران مالت به الطلا عن الآخر السكران مال به الوجد. فدعني أشد السهم في قوس قامتي، فليس لغيري في انطلاقته قصد. تتبعت في غابات نفسي غزالة، تتبعت في غابات نفسي غزالة، وقبل انتصاف الصيد
فاجأني فهد فعدت، ولكن عودة القوس حينما يحملها أثقال خيبته الصيد، وما اتكأت روحي على غير زفرة أصعدها حتى يشاد بها طود. أنا بدوي الروح، ما زلت أنتمي إلى الريح، حتى قام ما بيننا عهد. إذا لوحت لي غيمة قلت ناقة تطير، جناحاها هما البرق والرعد. أنا بدوي الروح، أنا بدوي الروح، ما زلت أنتمي إلى الريح، حتى قام ما بيننا عهد. إذا لوحت لي غيمة قلت ناقة تطير، جناحاها بدوي جناحاها هما البرق والرعد. ولو كانت الصحراء ثوبا خلعتها وألقيتها عني، ولكنها جلد. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين ومتواصلون معكم، وهذا العدد المتميز من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. ولمن التحق بنا الآن أذكركم بضيف حلقتنا الشاعر السوري صبحي ناشد. من جديد إليك سيد صبحي، وأنت شاعر لك مذهبك الشعري وتوجهك الذي تحب، وقد استمعت إلى قصيدة خلعتك للشاعر السعودي جاسم صحيح. إذا كان من شيء لفت انتباهك أو تعقيب يعكس انطباعك الخاص لك أن تدلي به الآن. يعني أنا لفت انتباهي شيء جميل، ألا هو الصورة المركبة بتركيب أشبه برسم، وهذا شيء رائع. يعني في غابات نفسي غزالة ثم جاء فصادها كذا، جناحاها البرق والرعد. جميل، يعني التصوير، اللغة التصويرية مهمة، لكن أن تكون تصويرية وتعكس معنى فهذا بعد آخر أيضا. نعم. فهذا لفت انتباهي شيء جميل جدا. الآن سنتحدث عن نموذج آخر سيد صبحي. نجد اليوم بعض من يطلقون على أنفسهم شعراء ربما كانوا لا يفهمون ما يكتبون، كأحدهم مثلا يقول أمشط ظهر السحابة بإظفر من تبعثر. ما اللغة التي يريد أمثال هذا أن يوصلوها إلى الجمهور؟ ما الذي يريدونه؟ أليس هذا هدما للعربية؟ أول شيء لا شك أن التعبير متاح للجميع. نعم. في ظل الظرف الحالي وكل واحد يستطيع أن يكتب ما يشاء وينزل ما يشاء ويأخذ من كل حدب وصوب من يقول له تمام ورائع ولايك أحسن. نعم. لا شك الآن لا تستطيع إلا أن تقول عبر وخذ راحتك، لكن مسألة التقييم وهل هذا شيء جيد أم لا، فأنا معك في مسألة أن هل هذا الآن سيثبت أم سيذهب، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الآن ماذا يريد هذا الرجل إذا قال طلع مثلا الثلج بدل ما نزل الثلج مثلا، أو بدل ما يكون النار حمراء سيقول النار السوداء مثلا، يعني الصدمات التي لا علاقة لها باللغة بقدر ما هي ضرب في جانب لغوي، ربما يقال ما هذا رائع شيء ممتاز. نحن نقول هذا إفساد، بمعنى أنه يتخلى عن الجانب الرائع في اللغة اللي هو ذات فكرة ذات هدف، وإن لم تكن هدفا فهي بحد ذاتها هدف جميل بداخلها. أما أن تصبح نوع من أنواع السوريالية، نعم. هذا مذهب في الرسم مثلا، يرسم رسمة لا ترى فيها أي شيء، فأن تكون نهج وأسلوب فهذا ما أظن أنه يثبت. أحسنت إجابة. إلى قصيدة جديدة الآن، ولك أيضا أن تختار ما تحب إلقاءه إلى نص جديد. هل ترغبون أن نستمر في هذا أم ندخل في منعطف؟ لك أن تختار ما تحب. منعطف آخر.
لك أن تختار على ذكر الذي ترغب به. ما دام نتكلم عن التجريدي هذا، نعم، أنا مرة كتبت شيء أسمعنا إياه ويتا. قلت فيه، هو بعنوان مرثية مسافر، تفضل. تكسرت مراكبي الأخيرة وهدها الإعصار، ما عاد لي في ليلة المطيرة كهف يلاذ بظله من وحشة الأمطار. طال السفر، لا نجم يبرق في السماء ولا قمر، لا جذوة من نار. تكالبت على الكنار خرائط الأحزان والأسوار، ما عاد في كراسة العمر غيث ودوح أخضر ونوار، يا لابسا ثوب الرياح، وذكر الرياح بطريقة ذكرتني بهذه، يا لابسا ثوب الرياح، نم عن طموحك وانس إطلال الصباح، أرسم على جدران منفاك السقيم ما شئت من ألم ومن أمل ومن أشعار، غير الصدى يعوي بأنقاض الخراب، لا لن تجاب، فلقد غدوت على المدى قيثارة مقطوعة الأوتار. يا إلهي، من هذا الحزن المعبأ بالأسى دعني أستوقفك عند جزئيتين هنا. أبقى النص بين يديك. حينما قلت وحشة الأمطار، ما الذي كنت تقصده هنا؟ يعني إذا كانت الأمطار في جو صاخب وعاصف، لن ترى في المطر، وأنت مسافر لن ترى في المطر جانب جمالي بقدر ما ترى أنه معوق. نعم، لا يمكن أن نعدها نظرة يعني معجونة بالإحباط حينما تقول يا لابسا ثوب الرياح ابقى هنا. لا شك، لا شك، الآن عندما تكتب مثل هذا تكون في حالة منكسرة وتكون في حالة ضعف، فهي تعبير عن ما جال فيك أو ما شعرت به، ربما بعد يومين ثلاثة ستكون بطريقة مختلفة. هل الشاعر أسير واقعه، أو من الممكن أن يحرر عوالم مختلفة ويبث فيها الحياة من خلال قصيدة معينة يستحضر فيها العوالم التي يتمناها؟ يعني أنت ذكرتني الآن بما ما يسمى نظرية الأدب. نعم. يقال عند البعض أنها نظرية التعبير، أي أنني أنا الآن أشاهد شيئا جميلا فأقول شيئا جميلا، أشاهد شيئا ليس بحسن أعبر عن هذا الشيء الذي ليس بحسن. نعم. لا شك أن هذا عند فئة، فئة أخرى التي هي التي تقول عليك أن تستنهض الجمهور وتستنهض نفسك للوصول للمثل الأعلى، المدرسة الحالمة، المثل الأعلى قد يكون واقعيا في مرحلة ما وقد يكون غير واقعي. نعم. فهذا استنهاض، فالذي يعيش مثلا بهذه الطريقة يقول أنا لماذا أتكلم عن شيء تعبيري مجرد عواطف، لماذا لا أستنهض الهمة باتجاه معين أريده. أحسنت. فهذه موجودة بطريقة ما، وهناك من سكر بزبيبة الكلمة. الله. الكلمة قد تكون نوع من أنواع السكر بين قوسين، يعني صار يعيش حالة، طبعا الرومانسية والمذهب هذا الرومانسي فيه نوع من أنواع السكر الذي أتحدث عنه. نعم. فعاش على أنه أنا الذي كذا، وأنا صاحب القلب الواسع، وأنا العاشق الولهان، وأنا هذا كمان نوع من أنواع الموجود واقعا. نعم. وحالا. فالآن ما المطلوب مني ومن أمثالي؟ ظني أنها شيء يجمع بين هذا وهذا، لكن الأصل، الأصل لا شك أنه صاحب هدف ورسالة. لا يمكن أن تكون أنت صاحب كلمة لمجرد أن ترميها كأنك تعبث بشيء في يدك ثم ترميه حجر في بحر. لا، أنت لك غاية ستسوقها بشكل أو بآخر نحو ما تريد. يعني أنا مثلاً مرة من مرات كنت أتغزل وكلام غزلي، لكن
لا بأس أن تذكر شيء عن معنى أنت تريده، أنت تريد أن تصل إليه. جمعت بين الحسنين، ذكرت غزلا، وذكرت مثلا كنت أتكلم عن الحجاب فيه، أنه لماذا أنت لست محجبة مثلا، فجمعت بين هذا وهذا، يعني شيء يشبه هذا عندي وعند أمثالي ربما. هذا يعني مذهب جميل، أن تجمع ما بين مثلا رسالة خاصة ورسالة عامة فيها ما فيها من القيم والأخلاق. هل تتفق معي أننا الآن ربما كنا بحاجة إلى استراحة قصيرة؟ تمام، ممكن. إذن سنخرج الآن إلى هذه الاستراحة القصيرة. مشاهدينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر نايل سات وفق التردد 1-2-3-8-0 أفقي. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم مجددا. ولمن التحق بنا الآن، أذكركم بضيف حلقة هذا العدد الجميل من برنامجكم بيت القصيد. معنا هنا الشاعر السوري التركي أيضا، الأستاذ صبحي ناشد. سيد صبحي، قبل أن نذهب إلى نموذج جديد من الشعر وما تود أن تعلق عليه قبل الإلقاء أو بعد فيما يتعلق بهذا النموذج، دعنا نذهب إلى فكرة الحفاظ على اللغة العربية. هل هناك شيء ينقصنا ممكن أن يدعم فكرة الحفاظ على اللغة العربية من كل المتربصين ومن يعني ينشدون سوءا في هذه الأمة؟ لا شك أننا أقوياء بلغتنا، لكن واقعا نحن ضعفاء. فإذا صرت قويا لن تشعر بضعف لغتك. جميل. فكرة مثلا لدعم اللغة العربية أفكار كثيرة، من ذلك مثلا لا بد من الاستماع إلى النماذج الراقية من الطفولة. الله. النماذج التي ليس فيها ما يؤذي السمع ويفسد الذوق. إذا كان الطفل يسمع شيء مختلف الفنون، نعم، إذا كان يسمع مثلا الفاعل أو المنصوب لن يتذوق بعد فترة عندما تقول له الفاعل مرفوع وعليه ضمتين مثلا، يعني لأنه أصلا فسد، والمشكلة عنده صارت بدها معالجة أضعاف. أن يكون البناء الصحيح من يعني بداية صحيحة الأولى من البداية. في عند الأتراك شيء اسمه نصر الدين هوجة، يقال أن جاءه رجل ومعه طفلان، قال له أريد أن تعلمهم جزء عما، فقال له هذا يحفظ بعض السور وهذا لا يحفظ، فقال له الذي لا يحفظ أريد منك ليرة ذهبية، الذي يحفظ أريد منك ليرتين. يا الله. قال له لماذا؟ قال لأن هذا الذي يحفظ حفظاً غلط، علي أن أهدم ثم أبني. الله الله. أما هذا أبيض صافي فأنا سأبدأ به من البداية جديدة. فبهذا المعنى أنا أتكلم يعني. أحسنت. إلى القصيدة إذن، تفضل. هذه قصيدة بعنوان مع شعرها الأسود. شعرك أغنية ساحرة تتهادى ليس لها أول، شعرك موال حلبي للسحر وللفتنة منهل، أسود يحكي الليل الداجي يتدفق أروع من جدول، يتلالى أمواج حرير يلهو في الريح ويدلل، لا يعرف أن يهدى أبدا كحصان عربي أكحل، يتحدى الريح ويتعبها يتثنى ك
كشراع مرسل، ما أحلى شعرك آنستي، كم نار في صدري أشعل، يسبح فيفجر أبياتي وبعمق فؤادي يتغلغل، لم أمطر من زمن مسكا أو تلثم عيناي المخمل. وإذا الفنان رأى حسنا هل يملك إلا أن يثمل؟ فدعيني لحظات علي بربيعك هذا أتكحل، وثواني كي أكتب حبي وبشعرك نغما أتغزل. سامحني الله وشلالا كم طار وسار وكم قتل، لو ضم حجاب فتنته لسلمنا وغدوت الأنبل. لو ضم حجاب فتنته لسلمنا وغدوت الأجمل. شعرك أحلام وهدايا ونسيم يمرح لا يسأل، وغدا في ديواني يشدو ما بين سطوري يتنقل. هل شعرك صوره قلمي؟ كلا، هو من شعري أجمل. كلا، هو من شعري أجمل. الآن دعني أن أصطف إلى جوار فرقة اللوامين الذين ربما يوجهون لبعض الشعراء أسئلة قاسية نوعا ما، حينما يقولون كيف تكتبون غزلا، كيف تستحضرون هذه العاطفة في ظل ما تعيشه الأمة من انتكاسة، أمثال هؤلاء كيف لنا أن نرد عليهم ردا مقنعا؟ ماذا نقول لهم؟ يعني الإنسان مجموعة مشاعر مختلطة، فالهاجس الكبير لن يلغي الصغير. جميل. إلى جانب أننا أمة يجب عليها أن تتشبث بالحياة، ألا نظل مستعبدين لفكرة الموت، لفكرة الدمار، طبعاً لفكرة الظروف طبعاً الصعبة. صحيح. وإلا فإن أرواحنا كالشم وستذوي وتذوب. لا شك. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عش لدنياك كأنك تعيش أبدا، بمعنى أنك لابد أن تغرس. وإذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. تتمت الحديث، أنا أدخلت حديثا بحديثة بحديث. وعش لآخرتك كأنك تموت غدا، بمعنى أنك ستأخذ لكن ستدرك أن أمامك رحيل، فوازن بين الأمرين. الوسطية أمر محمود، أليس وأنت كذلك؟ لديك أعياد ولديك أفراح ولديك ما يبهج، فلا بد أن تكون معهم. هل لك قصة عشق مع الخط العربي؟ ولماذا؟ والله أنا من طفولتي أحب الرسم والخط، ثم أثرت التحول إلى نسبيا يعني التحول إلى الشعر. نعم. فوجدت في ضالتي، لكن ما زلت أعمل بالخط. لكن هل ثمة علاقة ما بين الخط والشعر؟ أحدهما يجمل الآخر أم كلاهما يتكزان على كليهما؟ يعني ربما عند البعض في وشائج، يعني أنا أجد عندما أتعامل مع اللوحة تشبه تعاملي مع القصيدة. يعني على سبيل المثال، أنا لا آتي بكلمة في القافية لأن القافية جرتني، فإن لم أسقها إلي لا يمكن أن تسوقني هي، لا تركض وراءها. يعني ممكن أحذف البيت تأتيك طوعا أو المقطع كامل. لا أقصد أحيانا البيت أجد أن القافية جاءت هي التي فرضت علي البيت، الأصل أن تأتي منسابة. نعم. يعني تتشكل مع الكلمات التي بجوارها. صحيح. ومع الأبيات السابقة ومع الأبيات اللاحقة لتشكل لوحة متكاملة. نعم. الآن سأطرح أمامك خمسة أو خمس كلمات وتعطيني انطباعك عن كل كلمة بما لا يزيد عن عبارة يعني، ولكن العبارة أريدها من تلقاء نفسك ومن رأي اللحظة. الكلمة الأولى: تغطل. ربطة العنق. قيد. لماذا جميل. تقيد ذاتك؟ قيد جميل. أنت نجوت بنفسك من سؤال آخر عنوانه لماذا تقيد ذاتك إذن. الخاتم.
زينة قد تكون اضطرارية وقد تكون نكتفي بهذا. زينة قد تكون اضطرارية، إجابة سلسة وملغومة في الوقت ذاته. المرأة دنيا فقط؟ أنت قلت أختصر. اختصر بعبارة وليس بكلمة. بكلمة. أنا لا أريد تفسير الكلمة بكلمة. تمام. تحب نعيد؟ نرجع من البداية؟ هل نعود من البداية؟ ولا نكفي من المرأة؟ كما تشاء يعني. المرأة تفضل. المرأة دنيا وآخرة، وهدف، ومن خلالها تصل إلى تكامل الحياة والسكينة. الخنجر. غدر. هذا ما تراه في الخنجر فقط بالدرجة الأساسية. نعم. لأنه لو كان رجلاً لحمله سيفاً، أو يعني أنا أتكلم الانطباع الأولي، لكن ليس خاص. نعم نعم، لكن ليس يعني أن هذا هو المدلول الذي تقتنع به بالضبط. نعم. الخنجر الأصل أنه ليس للاستعمال الاعتيادي. نعم أحسنت. الليل. الليل هو الفضاء المفتوح والأحلام والتغيير والتخطيط. إجابة جميلة تقودنا الآن إلى قصيدة لن تقل جمالا عن جمال الإجابات، وكانت إجابات بتقييمي الذاتي جدا موفقة. إلى قصيدة جديدة تود أن تلقيها الآن، تفضل. هذه القصيدة ليس فيها المعنى الذي هو الذي طرحه الشعراء، اللي هو أو الفلاسفة. نعم. الفن للفن أو الجمال للجمال، وإنما حاولت أن تقدم مثلاً طريقة جديدة يعني لفهم طريقة الحياة والجمال. لكن هذا ليس بالضرورة أن يكون دائم. نعم. أحياناً سنت. تجد شيء ممكن يكون مختلف ويفرض عليك أيضاً لألآت جماله. إلى القصيدة إذا كانت أصبحت متوفرة الآن بين يديك. هي متوفرة لا شك. نعم تفضل. يبدو أنك ستبحث عنها قليلا. عذرا، انا لاصل للمعنى المعنى الذي معنيون بالمعنى تماما كما انت معني به، وهذا ما نقصده ونتطلع هنا. المعنى الذي هو الفن للفن. تفضل. الورد كافيه الجمال والشعر يكفيه الخيال، فتحدثي كيف اشتهى رحب المدى، كيف اشتهى رجع الصدى، خلي الشفاه سخية وبلا عنان، كلماتها مسبوكة من حسنها الفتان، فأنا هنا لا أشتهي من شهد صوتك ما عنا، كلا ولا أهفو إلى سحر البيان، لكن إلى قيثارة التحنان في هذا اللسان. لكن إلى قيثارة التحنان في هذا اللسان. الجمال للجمال، أو المعنى الذي صيغ في نظرية الأدب الفن للفن. أحسنت. بهذا المعنى، على عكس هذه التي جمعت فيها بين المعنى اللي هو الفن للفن، إضافة إلى ذلك التطعيم بالمبنى المعنى المبدئي. خذنا إلى هذه القصيدة الموقعة منك، أو إلى ما تشتهي قراءته، يعني لن نفرض عليك. تمام، لا بأس. هذه التي موقعة مني. تفضل. أو سواها، يعني ليس شرطاً أن تقرأها هي الآن، لك أن تختار قصيدة ثانية أو ما تشتهي وما تحب. لا، هذه الموقع. لك أن تقرأ هذه يعني الأبيات القصيرة تباعاً. طيب. وسنتوقف عند فكرة كل واحدة منها بعد انتهائك من إلقائها. طيب. تفضل. إن داراً أنت فيها خير دار، لست من يهوى حجاراً أو جدار، لا بكت عيني على أطلالكم أو تلوى القلب من بعد المزار، فيك أحيا من محياك الحياة، يزهر العشب وتخضر القفار. إذا أردت أن أرسل هذه الأبيات إلى أحد أو إلى جهة معينة، من المقصود هنا؟ والله أنا لو ترسل لي إياها بالفاكس
لعند قيس لأنه قال هما حب الدياري شغفنا قلبي ولكن حبه من سكن الديارة. طبعا هو المعنى جميل لكن أنا الكاميرا كانت هكذا أردت أن أحولها باتجاه آخر، فقلت لست من يهوى حجارا أو جدار، يعني المكان بالمكيب، المكان بالمكيب بالساكن، وهو المعنى في الأخير يتطابق سواء هنا أو هنا لأنه يريد نفس المعنى أحسن تقريبا. أحسن سيد صبحي، أحسن. فأنت إن دارا أنت فيها خير دار. إلى التالية تفضل. فنجان لا أشتهي شيئا سوى فنجان، أحيا به معها شريدا في الزمان وفي المكان، وإذا رشفت فإنما من سود عينيها الحسان. الله الله الله، جميلة هذه العاطفة. خذنا إلى نص ربما كان قبل الأخير، تفضل. هذه قصيدة يعني تقريبا كتبتها في قبل فترة وجيزة مع العيد في 10 شوال. يعني ستكون خاتمة هذا اللقاء الجميل بك، تفضل أستاذ. هذه التي موقعة بتوقيعي، تفضل. تهنئة، لا تفري من أمامي وتصدي عن سلامي، أو تحيدي عن دروبي وتذوبي في الزحام، كلما اقتربت ركابي طرت مني كالحمام. يا جمالا وعبيرا كالمروج والخزام، أعطني منك ثواني دون خوف أو ملام، يا أماني مترعات ونقاء كالغمام، أنت أشواق بروحي وبلحمي وعظامي. الله. مذ رآك القلب يوما ضاع من فرط الهيام، تزدهي منك الليالي مثلما البدر التمام، وبك الدنيا نعيم من حياة أو منامي، فلتعيشي في هناء ما بقيت عالدوامي. الله. واسلمي في كل عيد واسعدي في كل عام. واسعدي في كل عام، أتمنى لك السعادة التامة التامة التامة. الآن نحن أمام رسالتين، رسالة الأولى من محب للغة العربية مشتغل ببعض شؤونها لمن يدافعون عن حياض هذه اللغة، رسالتك إلى أبناء مهنتك أولا والشعراء ثانيا، ماذا عساك قائل؟ هذه لغة القرآن ولغة المستقبل ولغة الجنة، فابذلوا ما استطعتم لأجلها. إلى سوريا التي تحب، رسالة يدونها التاريخ وتبقى شاهدة عليك ومشهودة لك، ماذا تقول؟ سوريا هي قطب للعالم، ليس لأنها سوريا، أقصد كالشام، لأن الله خص بعض الأماكن ببعض الفضائل، أراد لهذه المنطقة أن تكون قلب الحدث. الرسالة الموجهة إليها، فلا بد من التضحية للوصول إلى الغايات النبيلة. لا بد من التضحية من أجل الوصول إلى الغايات النبيلة، وهذا ديدن الشامي وديدن أهلها أيضا. سيد صبحي ناشد، الشاعر العذب الممتع، للأسف انقضى الوقت. سعيد بلقائكم جميعا. أن يطول الوقت في صحبتك للأمان. جزاكم الله خير، شكرا، فرصة طيبة التقيت بكم، وفرصة طيبة أن بذلنا بعض المشاعر العامة سواء مني أو كانت عن غيري، لأنني أحيانا أقتبس قبس النار من غيري وأجعله لي، لكن هو لسواي، لكن استطعت أن أخلد الفكرة. صدقت. أتمنى أن تتسع الحياة في قادم الأيام لتكرار مثل هذه اللقاءات العذبة والمفيدة والممتعة إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختم كل ما لدينا في عدد هذا المساء الجميل من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر، وحتى ذلك الموعد لكم مني أطيب التمنيات والتحيات، والسلام عليكم ورحمة الله، إلى اللقاء. شكراً.